منها جدا هو التكنيك بتاعك، هو انت بتعمل ايه بعد ما السمكه بقت معاك في الصناره؟ انا عملت ايه؟ يعني انا دلوقتي وضعي صح، وضع جسمي انا صح، وفي للاسف يعني امبارح يعني كان في حد من زملائي، انا برضه فريق سيدات كان في رحله وللاسف رجع منها مصاب. استاذه مريم كابتن مريم بتاع فريق سيدات رجعت مصابه. طيب وكانت ضارب ما بينا مكالمه صغيره امبارح كده علشان الاصابه اللي عندها، يعني عشان انا اساسا صيدلي فكنت بحاول اقول لها تاخد علاج ايه يعني عشان ترتاح. لكن الفكره كلها وهي بتتكلم معايا ان الحقيقه فعلا جزء من اللي هي حكيته في بعض الاخطاء ممكن تسبب لك انت اصابات او تضيع السمك. لان وضع جسمك ده شيء مهم جدا بيفرق كتير. طيب خلونا نبدا نتفرج الاول على فيديو. الفيديو اللي هم كانوا شيروه ده عايزين نتفرج عليه عشان نذاكره مع بعض. الفيديو اساسا عنوانه Strongest Men vs Strongest Fish. سمكه كبيره جدا حاجه اسمها الجولاي جروبر، واحده من اقوى الاسماك اللي ممكن اي حد يصطادها، هي للاسف مش موجوده عندنا احنا هنا في مصر. ماشي، هي موجوده في المحيط الاطلنطي. سمكه قويه جدا. والراجل اللي عامل التشانل دي جايب ابطال اليونايتد ستيتس بكمال الاجسام والمصارعه وبتاع ومش عارف، ناس اجسامهم ضخمه يعني، ناس اقوياء جدا يعني. خلينا نتفرج كده عليه. The rules of this competition are simple. The biggest fish wins, obviously, but here is the catch. The rod can never touch the gunwale. If the rod touches the gunwale, it's strike one. If you get three strikes, you're out. Juji's gonna go first. He's ready. I didn't even warm up yet. I haven't even caught a fish. Okay. Are you gonna throw me straight? Devin warmed up for you. Yeah, you throw me into a 1,000-pound squat. You're fine, right? Okay, I'm fine. I mean, you got the fresh suits on, so you're good. Yeah. أهم حاجة شايفين الأخ ده شكله عامل إزاي؟ Because everyone else around me is nervous. It's finally bled through to me. All right, here we go. I'd be super nervous if I was you, Juji. Yep. It's like catching a car, right? That's the bait right there. والمكنه اللي مستخدمه مكنه قويه جدا يعني مفيش حاجه بعد كده. Devin, you're gonna be back here. If the line snaps, I want you to grab him. تبناها سياده المستشار محمد المداسي رئيس الاداره بقالنا 3 سنين. اول بطولتين الحمد لله حققنا مراكز الاولى في بطوله الجمهوريه وبطوله مجلس الاتحاد. بنشتغل بطريقه مختلفه عن بقيه النوادي، بنجمع ما بين العلم والرياضه، يعني الناس بتوعنا كلهم بنديهم الاول محاضرات نظريه وبنديهم التاثيرات بتاعه المناخ، تاثيرات الضغط والحراره على الرياضه نفسها. وبنفس الوقت بالتعاون مع الاتحاد المصري لغسل الاسماك بنوصل لهم فكره الحفاظ على البيئه والحفاظ على الثروه السمكيه والاخلاقيات الاسد نفسها. يعني عندنا اعمال كثيره، عملنا كونا فريق للرجال، حاليا بنكون فريق للسيدات، ده هيبقى ثاني فريق في مصر ان شاء الله بعد ما نيجي نخلص شغل غسل الاسماك. مركزين قوي على المشي عشان نعمل اجيال جديده تستلم مننا، خلاص كلنا بقينا بدنا نعجز. وإن كانت الرياضة ملهاش مرتبطة بسن، يعني في ناس في 60 و70 بتمارس. حضرتك شرفتنا ونورتنا وحاسبكم في معرفة على حساب السنة. السيدة المستشار محمد الجداش رئيس مجلس الإدارة، والسيدة
وده بس فيديو وقائل كده بس عنا كده الفكرة ودعم. وكان هذا اللقاء بمثابة شرط الانطلاق لدى أصحاب الفكرة، وفورا بدأوا يعملوا لائحة متوافقة مع خطط وسياسات مجلس الإدارة، وتم اعتمادها بالفعل وتشكيل أول لجنة لصيغة الأسماء في مجلس الإدارة. وفي أكتوبر 2019 استضافت عروس البحر الأحمر مدينة الغردقة بطولة كبيرة عظيمة تحت رعاية الاتحاد المصري لصيغة الأسماء، وكانت المشاركة الأولى لنادي الزهور، واللي عمل مفاجأة لكل الفرق المشاركة. حقق أبطال الإنجاز الأول عن طريق تحقيق للمركز الأول في قسم فن التصنيف، والمركز الأول والثالث لأكبر صنف في التصنيف. مش بس كده، بدأ روح الرياضية بناءً على تقرير الحكم اللي أثبت فيه روح التعلم لدى الفريق المنافس عن طريق إنقاص مركبة اللي أصابها عطل كثير منعتهم من استكمال رحلتهم. وتم استقبالهم في النادي استقبال مريحين من إدارة النادي اللي كرمتهم وشجعتهم. استمرت اللجنة في أعمالها من خلال الخطة الموضوعة مسبقا بكل حماس وتفاني وحب. وفي ديسمبر 2019 شارك النادي للمرة الثانية في كأس الاتحاد، وهي بطولة من أصعب خلال هذا العام. وللمرة الثانية على التوالي يثبت فريق نادي الزهور ان المراكز اللي حصلوا عليها في البطولة اللي قبليها ما كانتش صفر. ورغم كل الصعوبات حقق الفريق المركز الثالث لقسم سن التصنيف وسط 22 فريق شاركوا في البطولة. وفضلت اللجنة على سياستها وتحقيق أهدافها رغم كل الظروف الصعبة وجائحة كورونا اللي تعرض ليها العالم كله. كانت اللجنة على العهد ووعد من غير أي إخلال بالإجراءات الاحترازية اللي وضعها النادي، وتم الاستعداد لبطولة كأس الاتحاد اللي كان مقرر إقامتها في ديسمبر 2020 عن طريق عمل أكثر من رحلة تدريبية دفع بعناصر جديدة داخل الفرق. وفي 16 ديسمبر 2020 سافر أبطال نادي الزهور لمدينة الغردقة وكلهم ثقة وحماس، وزي ما عودونا أبطال كانوا على البعض وحققوا إنجاز تاريخي غير مسبوق. حصلوا فيه المراكز الأولى بكل جدارة واستحقاق في ثلاث أنواع صيد من الأربعة. ففي الجيم حصلوا على المركز الأول والثاني، وفي البودينج حصلوا على المركز الأول، أما بالنسبة للتصنيف حصلوا على المركز الثاني. وعلى مستوى الفرد حصلنا على مركز أول لأكبر سمكة الجيم، ومركز ثاني لأكبر سمكة التصنيف. وبكده وفي وقت قصير حجز نادي الزهور لنفسه مكان وسط الأندية الكبرى في مجال الصيد، وحفظ اسمه بحروف من ذهب على منصة التتويج وتحقيق البطولات. والفضل يرجع لمجلس إدارته ووعيه الكامل من خلال دعمه المستمر للعبة، واللي أدرجها بالفعل ضمن الألعاب المعتمدة رسميا في النادي. وبعد المديح الكبير الذي حققه في اللغة الإنجليزية، قررت لجنة صيغة الأسماء من تكون أول فريق مصري بدون، وتأكيد من المشاركة في بطولة الأسماء. تضمنت خطة التدريب مرحلتين النظري، والذي تم بالفعل من خلال عدة محاضرات على أيدي أساتذة من اللجنة الفنية، شرح من خلالها أساسية الصيد وأسامي المختلفة، كذلك شرح كيفية التعامل مع المعدات وكيفية شرائها واختيار الأدوات المناسبة لكل طريقة. هذا بالإضافة إلى أنه تم شرح عناصر الأمن على ظهر اليخت والحفاظ على النفس والآخرين. أما المرحلة الثانية فكانت للتدريب العملي، والذي تضمن برنامج رحلات متعددة للتدريب العملي. وفي 12 من فبراير انطلقت أولى رحلات السندات للتدريب العملي إليكم التقرير.
كلمة عن حماس السيدات النهاردة واللي حضرتك شايفه معانا النهاردة؟ والله الحقيقة أنا مندهش شوية، ما كنتش متوقع إنهم هيطلعوا رحلة بحرية، يعني كنت متوقع إنهم هيطلعوا حماس السيدات في حفلة تنسيق وشارك فقط، لكن الحقيقة حماس الناس وإنهم هم تطلبوا رحلة بحرية وجبت إنهم جم بدري وفي حد ذاتها حاجة كويسة وإن شاء الله. هو يعني من زمان كان الحلم بتاع تكوين فريق سيدات ده كانت حاجه موجوده عندنا كلنا كنا بنفكر فيها بحاجه كويسه يعني. الحمد لله دلوقتي بناخد اول خطوه عمليه مع الناس بعد ما خلصنا معاهم المرحله النظريه، لسه عندنا الحمد لله ازاي يعني جهزت نفسها وجهزت البيجز بتاعتها. دلوقتي احنا نازلين نطبق عملي في البحر علشان في البحر. تقريبا احنا نازلين نطبق عملي في فالحاجات كلها اللي انت حتى بتتفرج عليها وبتشوفها او بتسمعها لما تيجي وقت التطبيق بيبقى ليها طعم تاني واحساس مختلف وبتبقى تجربه ممتعه على كل احنا مجهزين نفسنا بقى لنا فتره اصلا ومستنيين الرحله دي كتير. ففي كل حاجه، في معايا العيدان وفي معايا المكان وفي معايا السنانير وفي معايا الخيط وفي معايا الاكل ما شاء الله. اهم حاجه الاكل. شكرا.